كلنا شفنا كيف كل متحدث هنا جاب قصته، جاب إرادته، جاب أشياء تحداها، وجاي يوريكم كيف إن الحياة سهلة رغم إنه بالنسبة له كان الوصول لها محتاج جهد كبير. بالنسبة لنا الآن بنستقبل المتحدثين اللي بيتكلموا عن الفكرة التسويقية الخاصة بشركة الفخامة. خلونا نستقبل محمد ومحمود. السلام عليكم. عفوا بس في عندي شوية فوبيا من التعني. من فيكم اسمه كان تعرض يعني في خلال 15 سنوات الأخيرة؟ من فيكم يعني كان عريس في خلال آخر 15 سنوات الأخيرة؟ طيب أبا أكيد كنتوا عانيتم من كثرة محلات المتعهدين الحرائس والحفلات، صح؟ وأكيد شفتوا محلات كثيرة وفي اختلافات في الخدمات، في تقديم الخدمات وقيمتها. فهذه الفكرة لأنه أصلاً في كثير الآن في آخر 5 سنوات 10 سنوات قد كثروا المحلات اللي قدموا خدمات الأعراس والحفلات. فأنا أقدم الخدمة هذه يعني تعتبر خدمة يعني تسويقية للفخامة، وهي فكرة إنشاء تطبيق. التطبيق هذا يكون فيه شرح فيه عن خدمات المركز الفخامة، ويعني وأحد الأفكار إنه فكرة هو طبعا العرسان دائما في الفترة حق تجهيز العرس يكون مشغول جدا، فصعب يروحوا من مركز إلى مركز ومن مكان لمكان. فالفكرة هو مثلا يكون خدمة في التطبيق، يعني بحيث العريس يعني يصور نفسه صورة كاملة بالتلفون، وعبر التطبيق يعني تكون الشركة حاطي كل الألبسة والخدمات حقهم، فهو يجرب الألبسة والخدمات عليه بالتلفون. فهمتوا؟ يعني بحيث يعني يجرب كل الألبسة وكل الخدمات اللي عندهم بالتلفون ويقول لهم ايش اللبس هذا المناسب. شكرا. السلام عليكم. السنة الماضية أول زيارة لي للفخامة لما كان في عرس صاحبي، فسألت سؤال، قلت له أنت كيف اخترت اللبس حقك؟ فقال لي كانت عبارة عن مجموعة صور موجودة في الصفحة حق الفخامة في الفيس، فاخترت الديزاين اللي عجبنا وحجزته ومشيت. طيب أنا سألت نفسي سؤال في ذيك اللحظة، هل أنا مجرد أن أشوف صورة البدلة حق العرس مثلا اللي موجودة معايا بدون ما أجربها أو ألبسها بتكون لايقة علي أم لا؟ فهنا خطرت في بالي فكرة إنه لما في الخارج كنت أشوف إنه بعض المحلات عندهم حاجة اسمها السمارت ميرور، مراية ذكية. إيش فكرة هالمراية الذكية هذه؟ إنك أنت توقف تشوف المنتجات اللي موجودة معك، فجأة تشوف قدك أنت لابسها. طيب كيف يعني هذا يحصل الموضوع؟ هي عبارة عن جهاز فيه كاميرا وتطبيق وجهاز فيه كل المنتجات اللي موجودة داخل تبع الشركة نفسها، وبطريقة تفاعلية أنك تحرك يدك وتختار الأشياء اللي تشوفها بتقنية يسموها الأوغمنتد رياليتي أو الواقع المعزز، وتشوف الإكسسوارات اللي تختارها وتلبسها وتشوف نفسك كلك أنك لابس طبيعي، وتشوف الديزاين اللي مناسب معك، تقدر تغير ألوان، تقدر تغير هذه الأشياء. طيب إيش اللي بيفيد في هذا الموضوع؟ هنا معك أنك أول حاجة تخرج من كابوس اللي إحنا دائما نعيشه، اللي هو مسألة أنك تدخل غرفة القياس تبدل تخرج وترجع ثاني مرة، هذا يعتبر كابوس كبير لكل واحد. الشيء الثاني الشركة نفسها إنه تخرج من صداع موضوع تجيب لك الثياب تجرب تلبيس، إنه لبس العرس أقل اليمني عندنا ما هوش بالطريقة السهلة بالذات الإكسسوارات اللي موجودة فيها. طيب إيش اللي ممكن تستفيد الزبون بهذا الموضوع؟ اختصر الوقت أول حاجة. اثنين اقتنع قناعة ذاتية بالشيء اللي شافه هو والاختيارات اللي اختارها بدون ما يشوف حاجة ملبوسة في مكان آخر. الشيء الثالث مجهود حق اللبس والتغيير وهذه الأشياء. طيب الشركة إيش بتستفيد؟ الشركة تستفيد إنه فقط عملية تسويق مبتكر وتخلص من هذا الجهد كامل.
يلا مع بعض. الكرت الأبيض ولا الأحمر، ونرفع مع بعض الكل، يرفع يده فوق في العالي، والبعض مش رافع يده، مستحيل. تمام، شايف يدك يا هشام. طيب كاميرات دوت موشن أذن توثق هذه اللحظة. اللي تعب لا ينزل يده كذا، عناد. طيب اوكي اوكي خلاص، اخذنا اشاره الموافقه. اذا شكرا. المسابقه الاخيره كانت من نصيب الفخامه. طبعا نتمنى من ممثلي الفخامه يتفضلوا على الستيج. محمود الجندي وأحمد مالك، تفضلوا. أنا قررت أنكم فزتوا من دون ما تطلعوا خلاص. كانت الأصوات كاملة 182 صوت. الفريق الأحمر حصل على 113 صوت. أما الفريق الأبيض فحصل على 66 صوت. بكذا يكون الفريق الأحمر هو الفريق الفائز. بالنسبة للجائزة بتكون جلسة تصوير قبل العرس مجاناً من شركة الفخامة، بدلتين عرس VIP مجاناً لصاحب الفكرة أو من يختار، وتخفيض 50% لأي كوشة من كوش الفخامة لصاحب الفكرة أو من يختار. شكراً للفخامة.